معنا من لندن الحديث عن دمار البنية التحتية في العراق وأثر ذلك على انتشار الأمراض ولا سيما فيروس كورونا، تزامنا مع إخفاق الحكومة بحماية الفرق الطبية والوباء الذي يهدد النازحين في العراق. معنا دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله، وحيكم وحي مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. إذا دكتورة فاطمة، تقرير جديد لمعهد شاتام هاوس أكد أن 70% من المخلفات الصناعية في العراق تلقى في مياه الأنهار. ما الذي يجبر السلطات الحكومية على هذا الإجراء الذي يهدد الصحة العامة في العراق خصوصا مع تفشي فيروس كورونا؟ يعني في الحقيقة لا يوجد ما يجبر الحكومة، ولكن الحكومة تتعمد هذه العملية وهي إلقاء النفايات في المياه التي يعني هي تعتبر مصدر الحياة بالنسبة للعراق. فبدل أن تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع، موضوع التلوث البيئي، بصورة جدية وتنفذ خطط من أجل الحد من التلوث في العراق، الحقيقة الحكومة تقوم ب يعني إهمال هذا الجانب، وبالعكس مفاقمة المشكلة عن طريق الاستمرار في عمليات إلقاء النفايات في المياه وفي الأراضي الزراعية وغيرها من المناطق التي هي لا تصلح لعمليات ما تسمى بالتمر الصحي والتخلص من النفايات. طبعا معروف أن الفساد الحكومي والمحاصصة والعملية السياسية البائسة التي يعاني منها العراق هي التي جلبت على العراق مثل هذه الويلات ودفعت بالكفاءات إلى الخلف، وأصبحوا من يتصدرون المشهد والمناصب هم فقط الطائفيون الذين يتزعمون الأحزاب السياسية وينفذون خطط الخارجية لا أكثر ولا أقل. نعم. أيضا في الجانب الصحي، تأكيد أطباء محافظتي ذي قار والمثنى على أنهم يعملون في ظروف استثنائية في ظل نقص المعدات ووسائل الحماية، ألا يضع ذلك الحكومة في مسؤولية تعريض هذه الفرق الطبية إلى الخطر في وقت يعني يحتاج إليها المجتمع في زمن الكورونا؟ نعم بالتأكيد، هي الحكومة هي المسؤولة الأول والأخير عما يعانيه القطاع الصحي والكوادر الطبية في العراق. يعني منذ عام 2003 وعانى القطاع الصحي من تدهور مستمر من استهداف للكفاءات والخبرات ومطاردة الكفاءات، تهجيرهم وقتلهم، إضافة إلى ضعف يعني الميزانيات المخصصة لهذا القطاع والفساد أيضا، حتى لو كانت هناك ميزانيات متوفرة للصرف في هذا القطاع. ونذكر كثيرا يعني حوادث تم فضحها عن كيفية وحجم الفساد في هذا القطاع. الآن حتى الماسك الذي يحتاجونه المواطنون وحتى الكوادر الطبية والصحية لحماية أنفسهم من خطر وباء كورونا لا يوجد وغير متوفر، والمتوفر هو نتيجة تعاون وتكاتف الشعب العراقي من أجل خياطة وتوفير مثل هذه يعني الحاجة يعني الرخيصة الثمن التي يمكن أن يستوردها العراق. بل أيضا كما توردت الأنباء أن العراق قد تبرع بهذه الماسكات أصلا إلى الصين منذ أن بدأت يعني تداعيات هذا الوباء وانتشاره في العالم. أيضا حتى أن أجهزة التنفس التي تنقذ أرواح المواطنين والتي تحتاجها هذه الكوادر الطبية أيضا يضع على عاتق هذه يعني هذه الكوادر يعني مسؤولية أكبر، خاصة وأنهم سيكونون في مواجهة مع المواطن الذي يحتاج هذه يعني الأجهزة من أجل إدامة الحياة. نعم. أيضا جانب مهم هو جانب شريحة النازحين التي يبدو أن الحكومة لم تضعها في أولوياتها بخصوص الوقاية من وباء كورونا، ما خطورة ذلك دكتورة فاطمة؟ نعم، يعني الحقيقة يعني هم النازحون هم من أول ويعني أكثر الفئات ضعفا في المجتمع العراقي،
والواضح يعني هو نتيجة الإحمال الحكومي لهذه الفئة وهذا العدد الكبير، يعني ما يقرب من 2 مليون نازح، يعني هذا ليس بعدد هين بالنسبة إلى عدد سكان العراق. هؤلاء النازحون، ومنذ أن بدأت الأمم المتحدة بالحد من المساعدات وعدم توفر أصلا المساعدات والمعونات من قبل الدول المانحة إلا على فترات متباعدة ومن قبل يعني دول محدودة، يعني كان من المفروض أن تتحمل المسؤولية الكاملة هي الحكومة العراقية، وأن تتحمل يعني تكلفة ما يحتاجه النازحون من توفير على أبسط يعني مقومات العيش وهي الصحة. يعني نحن نعرف جيدا أنه النازحون يعني حتى لا يستطيعون أن يذهبوا إلى خارج المخيمات من أجل أن يتداووا، من أجل أن يتمتعوا ب يعني الرعاية الصحية، حالهم حال الدول وحالهم حال العراقيون. إذا فرضنا أن العراقيين يتمتعون بأي مقدار من الرعاية الصحية، الآن نعم يعني هناك حالات لكورونا فيروس في المخيمات النزوح. أين المساعدات الحكومية للنازحين؟ أين ما توفره لهم من أيضا مستلزمات محافظة التنظيف المنكوبة وغيرهم؟ دكتورة فاطمة نعم كمحافظتنا وغيرها، كيف ستواجه هذا الوباء إن استفحل لا سمح الله؟ كما تعلمين هي تعاني أصلا من الإهمال ومن عدم الاهتمام ببنيتها في بنيتها التحتية. نعم بالتأكيد، يعني محافظة نينوى هي أصلا مدينة الموصل التي هي يعني مركز المحافظة أصلا مدمر، المستشفيات الرئيسية والمراكز الصحية هي منتشرة في مركز المحافظة، هذه مدمرة منذ العمليات العسكرية، منذ بدء العمليات العسكرية ولم يتم إعادة تأهيلها ولم يتم إعادة إصلاحها. أيضا الأطباء والكوادر الصحية والطبية أيضا تمت مطاردهم وسجلوا في السجون بحجة الانتماء إلى داعش، والآن المدينة تعاني من نقص في هذه الكوادر. لا ننسى أن الأنقاض لا زالت في المدينة، لا نعرف أيضا ما عدد الجثث التي لا زالت تحت الأنقاض لأن العمليات أصلا توقفت ولم يعد هناك أي تطور في هذا الموضوع. أصلا المنطقة أيضا ملوثة بسبب العبوات النازبة، بسبب معاناته من نتائج العمليات العسكرية، من المقذوفات التي لا تزال غير متفجرة وغير غيرها، يعني الأخطار يعني مضاعفة في على هذه المناطق. نعم شكرا جزيلا لك من لندن عبر سكايب دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.